merci, merci. عايشكم. عايشكم. عايشكم عايشكم. مرحبا بكم في برنامج ملا. ملا توانسة وملا الجمهور، ملا توانسة وملا الجمهور وملا بلاتو وملا منشط وملا الحوار التونسي برجولية الليلة نشمعوها شيئاً علينا. منشط توك قول كسكت وسفعش خويا. وخلنا نبداو توا في برنامجنا، وقبل ما نبداو نحب نقول لكم التوانسه اللي في دياركم، راه حتى انتوما في دارك وتنجم تربح شطار الفلوس، رانا مانيش نفادلكم. كريم الغربي مناسب باش يعطيو 50,000، 100 مليون. 100 مليون للربح تنجم تقسمها انت والمتباري اللي يجيش يلعب معانا كي تبعث ام على 85 811 وتقسموا مع المتبارين اللي بحذانا. وقبل ما نبداو البرنامج خرحبوا بالمتبرين اللي بحذانا، نحب تصفيقة كبيرة على عائلة الواتي. وفر عائلة الواتي جاونا اليوم عائلة مجنونة زادة، عائلة الشامخي. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. نحب نشوف، أنا حسيتهم الزوز عائلات، حسيتهم الزوز عائلات عاملين جو، باش نتستيو توا من غير تصفيق الجمهور ومن غيري أنا وحدهم باش يتصرفوا، باش نشوف شكون العائلة اللي تعمل جو أكثر، زعما خلينا نشوفوا الجو، نشوفوا الجو نتاع عائلة الواد. باش نشوفوا مش خايفين، مش خايفين، مش خايفين عائلة الواتي، خلينا نشوفوا توا الجو نتاع عائلة الشامخي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. فما برشا جو، خلينا نمشي لعائلة الواتي ساعة نتعرف عليهم قبل ونشوف شكون اللي قرر اللي يجي يشارك في البرنامج، شكون رئيس العصابة، العقل المدبر، شكون جات في مخه يجي يشارك لهنا؟ أنا. أنت اللي يعطيك دودة. عايشك. كيفاش جات في مخك باش تجي تشارك في البرنامج؟ والله أنا ريت الببليسيتي اللي أنت عملتها. وقاعدة أنا وراجلي. قلت له نبعث ميساج، قال لي مش باش يطلبوك. قلت له خلنا نبعث. قال لك مش باش يطلبوك. قال لي مش باش يطلبوك. اختار معناها حطيت معاه اختار. يا قال لي مش باش يطلبوك انا، قال لي ديما نبعث وما يطلبونيش. قلت له خلنا نبعث. طفت. وانت علاه تسكرها في وجهك؟ يا اخي انا نهار شجعها قول لها نجموا يطلبوك ونربحوا فلوس، ما باش يطلبوك. يا اخي سبحان الله طلبوك وش ركز علي. مادام بحذانا مادام معناها شاركت امور شماتم. صحيت. شماتة في راسي. صحيح. مرحبا بكم حسام، لو كان تعرفنا على العائلة الكل. حسام الجويني. نتشرفوا بك. مش الواتي. اسمى الواتي مرتي. باسم مرتك العائلة. باسم مرتي. مرحبا بكم. حسام الجويني. مرتي. مرتي اسمى الواتي. نسيبي محمد علي الواتي. نتشرفوا بك. مرته هند الواتي واخت مرتي درصاف الواتي. نتشرفوا بكم. مين جيتونا حسام؟ من الحمدية. الحمدية. فوشانة. نعسين. سكتير واحدة، سكتير واحدة. شرفوا تصفيق عليهم عائلة الواتي. نجي توا لعائلة سي الشامخي. والله الجماهير يعيطوا سموحة سموحة، ما فهمتش أنا، يعرفوها ديجا يعرفوا. سميح أمال يعيطوا سموحة. عندي اعتراض أنا، سماح الناس شدة التصحيح تحب أمال خاطر في بطاقة تعريف أمال وأنا معروفة سماح. سماح ما فهمتش معناها أنت اسمك أمال ولا سماح؟ اسمي بطاقة تعريف أمال، أما درنا عيطوا لي سماح. أنت ما تحبش عيطوا لي؟ ما نحبش أمال، ما نحبوش. باهي أمال يعطيك الصحة. مع شكون جيت أمال؟ احنا عائلة الشامخي، أنا أمال العبودي، راجلي أيمن الشامخي. نتشرفوا. نسيبي مجدي زبير. حماتي سميرة بن زريقة، لوزتي رانيا شامخي. انت لوزتها؟ هي لوزتي. عايشة. كنتك يتسمى كنتك. هكاكا. شنو عاملة جوها بيها؟ هكاكا. هكاكا. شنو ندخلوا مع بعضنا اليوم؟ تو نحكي ديريكت باش نمشيو توا للجولة الأولى. إجا بحذايا حسام. إجا أمال بحذايا.
مرحبا بك. حس شنو صاحبي فريق الاعداد يحكيوا عليك خلوا الحس كعبه مش لاباس الحمد لله لاباس كالعاده كالدنيا 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 صافا لاباس شنو تعمل حس في الدنيا شنو نخدم موظف ستان سائق اليات خاصه معناتها نسوق في ليزونجان ديما الفوق ديما الفوق ديما ان شاء الله ديما الفوق لاباس انبوبه فاسمه مرحبا بك امال بالله سؤال علاش تكره اسم امال والله مش خايب امال متشائمه منه بصراحه متشائمه ما نحبوش بجد نحكي معك راهو ما نحبوش ما تحبش اسم امال باهي امال والله ما خيبك باهي امال توا السؤال الاولاني كل حد يحط يديه وراه امال واللي يحب يجاوب قبل ينزل على البوزور باش نفهموا الساده المشاهدين قانون اللعبه قانون اللعبه باش نسالهم سالنا 100 تونسي وهما يحاولوا يطلعوا شنو جاوبوا التونسي لازم حسام وامال والعائله الكل زاد من بعد يدخلوا في مخ التونسي ويتخيلوه شنو كانت الاجابه واضحه يظهر لي ماهيش صعيبه واضحه باقي لا شبيه كمال منبوزه من امير تحب نعاود نعيط لك سماح سماح برحمه سموحه سموحه سيبوها سيبوها يزاي يزاي نبداو بالسؤال الاولاني امال ونشوفوا الاقتراحات نتاع السؤال الاولاني قداش فيه من اقتراح السؤال الاولاني فيه 7 اقتراحات ركزوا بالكدا واللي يحب يجاوب ينزل على البوزور اسألنا 100 تونسي كيف تتفجع شنية أول كلمة تقولها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله من. بسم الله أنا أقولها كيف بسم الله أمال قالت أول كلمة نقولها بسم الله والإجابة صحيحة بسم الله 21 نقطة 21 نقطة صحيح بسم الله شخير من بسم الله صحيح عندك جمهور مالا مالا سموها عامله حالة الحس انت تنجم تجيب اجابه خير من اجابتها شنو هي اول حاجه يقولها تونسي حسب رايك تفجع يا عمبوك شب في بابا لطف عليك ينعم بوك برنامج عائلي ينعم بوك ينعم بوك ينعم بوك قال مش تقصد ايه ينعم بوك سب معناتها يسب سب الاورديناتور حشم ينعم بوك كلام بذيء برافو الحس كملوا معاه يا كلام بذيء برافو الحس صحيح 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 خويا كلام بذيء واحنا توين ساعات باك بلوس كات في الكلام البذيء برجليه فهمتني ديريكت ينعم بوك والطف حاجه قال ينعم بوك الطف حاجه ساعات حسب رايك اسماء 100 تونسي كيسالناهم شنو هي اول كلمه يقولها تونسي كي تفجع حسب رايك عزي فيك نعم عزي فيك هذاك كريم بيبي الراجل قال لي نعم بوك يا خالي عزي فيك جاي تسب عيلة جاي تسب بالرغم عيلة جاي تسب والله مهدي العزي فيك العزي والسخط موجودين العزي والسخط محمد علي حسب رايك شنو هي اول حاجه يقولها تونسي كي تفجع حسب رايك سيد علي شنو سيد علي لطف 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 اللطف يقول اللطف سي محمد علي اللطف اللطف برا موجوده اللطف ولا موجوده زعما اللطف ولا اللطف ما زعما موجوده لا يا لطيف برافو يا لطيف يا بيدها اللطف يا لطيف اسمع برجولي طايرين هذوما الواتي طايرين يا لطيف قال سي محمد علي وانت شنو تقول زعما مثلا 100 تونسي شنو يقول التونسي كي تفجع حسب رايك يميمتي انا نقول لك انت تفجع تقول يميمتي خير من السخط والعزيز يميمتي شوفوا يميمتي موجوده ولا يا امي هي بيتها يميمتي كملوا معاك يا درسان دوسه حسب رايك اسالنا 100 تونسي اسالنا 100 تونسي دوسه اول كلمه تقول لك تتفجع حسب رايك شنو هي اوه تبارك الله الدرسا فكت تبارك الله هيئتها هكا في بالي باش تخرج بكل واحد اوه كيفاش كتبها اوه تكتب نشوفوا اوه واو اوه موجوده لطف اوه علي اوه علي صحيح اوه علي اوه علي اوه علي اوه علي قال الدرسا نرجع مع حسام حسب رايك نرجع مع حسام حسب رايك شنو يقول التونسي اول كلمه كي تفجع شنو يقول يا محمد احضر والله صحيحه تنجم تكون يا محمد احضر
يا محمد احضر ماهيش موجود يا محمد احضر اسمع حسب رايك شنو يقول التونسي كي تفجع واختانا مسخطت والعزيز غممتي حلقه غممتي هي اللي بنيت عمي من الدرج هبطت علي بالسخط ونعم بو كذا ودخلنا حسب رايك شنو يقول التونسي عندك خمسه ثواني راه مش تاخذ راحتك تحلق لي انا جاوب خمسه ثواني عندك يميمتي ساقي يميمتي ساقي معناها هي قالت يميمتي وتزتها ساقي معناها يميمتي قلنا حسب رايك داليش شنو يقول التونسي انتم اسمع بداو حضروا رواحكم باش نجيكم تو تشاوروا على اجابه اقربوا لبعضكم وتشاوروا على اجابه وما تبوخلوش في وجه كورونا بعد شنو يقولوا دالي التونسي كي يتفاجعوا حسب رايك براتيكمون مشينا فيهم الكل شي حلل لي ماتش ديربي في التوقيت سامحني والله حبيت ندز معاك سامحني دالي حسب رايكم حسب رايكم عينك الشامخي شنيا اول حاجه يقولها التونسي كي يتفجع بشويه ايه سيبوها تو زيدوا تشي اعطيوني اجابه انت يا رئيس العصابه انت اللي باش نعتبرها هي اجابتها صحيحه شنيا يقول يا رب يا رب يا ربي حتى هي غلطه خاطرك طلع التوقيت 90 نقطه تمشي لعين سلواتي يعطيك مساحة سلواتي 90 نقطة مشات العائلة الواتي يعطيك مساحة عائلة الواتي برجولية اسمعني باش يربحوكم وظاهرين ظاهرين طالعين عليك نمشي ونشوفوا بقية الإجابة اللي قعدت نمشي ونشوفوا الإجابة اللي قعدت شنية يعطيك مساحة نسيح ونعيط هي الإجابة أسمى إجابة حدانا أسمى أيمون تفضل أيمون بحدانا مرحبا السومة مرحبا بك أيمون السومة عندي حاجة ما نعرفش نقولها ولا معناها ما فهمتش فريق العداد قالوا لي اللي أسمى في الموهبة نتاعها قالت الرقص تمثيل تمثيل لكن سي حسام قال لها على جثتي قال لها تمشي للتلفزة تقول لي رقص ماناش باش نشطحوك مثال شتهنى أخذ هكا رجعت تهنى التمثيل معناها التمثيل ان شاء الله التمثيل المخرجين اللي في البلاد الكل اللي يحب على دور به في السينما في اي حاجه يعيط لي راني ممثل لا لي انا عيطوا لي ممثل راني ممثل وهي اسومه بحذاكم قد ايه عندك معارسه مع حسام سبع سنين احكي لي حكايه برجولي ضربه شويه الحكايه اللي حكاها لي كيفاش اول مره باش يتعرف عليك هزك لسعده بسم الله العظيم غادي سيدي بوسعيد تشمت بيا قد يدور بيك في سيدي بوسعيد غادي يدور بيك في يا ودي سقايا كسرها لي حاسيل انا نمشي وانا نمشي انا طالعين انا هابطين وش بيه وش بيه سيدي طالع هابط صعب هكاك نجي معاك ايمون انت المدام سماح ما عادش نعيط لك امال سماح اش عامله سماح باهيه جوها باهي لاباس مع مع امك مريقله الجو ولا جوج تلف زايق ينفقوا فينا قدامنا لا سي بون فما في الاوقات المناسبه تاكا صح ما فهمتش الحب والحنان والدفء هذاك لغه قدام لا 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 كي تركح حكاوا لي حكايه فريق العديد قالوا لي سميح تتلاك الساعات مع امك يعني تصير تلاك وشيت اي احنا وكنا في تونس اي حكي ما يحمي وكنا في تونس اما قالوا لي راه كي تعمل تصير مشكله للوالده بالرغم اللي سميح ما تلاكش معاها تهبط لا هي الاولى تهبط ديريك تجري هذه العمر تتسكر بالله فصال يا خويا ربي يصبرك ربي يصبرك ايمون انا سايس روحي سايس روحنا صحيت ورد بالك على روحك رد بالك روحك مع سماح نمشيو للسؤال الثاني السؤال الثاني نشوفوا قداش فيه من اقتراح ساق قبل كل شيء في ستة اقتراحات السؤال يقول كيفاش تتصرف لو كان تكتشف اللي راجلك مخبي نومرو تليفون في جيب السروال أسمى؟ كيفاش نكتشف اللي راجلي؟ سألنا ميت تونسي شنو هي تعمل؟ غلط أسمى قعدت تخمم صحيت قعدت فاتك الوقت سامحني ما فاتكوش لهنا سؤال برامج أخرى هذيك أنا ما نعملهاش أنا قانون أيمون حسب رأيك شنو يعمل تونسي ولا التونسية كان يلقى نمرو تليفون لشريك حياته في المكتوب؟ ليلة كاملة ركح ليلة يلزمها تعطيني شكون؟ كلمة بركة هذه جملة هذه عركة كاملة في التالي كلمة ليلة كلب ليلة كلب ليلة كلب ليلة كلب مالا برنامج ليلة كلب العزية وسخط ليلة كلب شوفوا الاورديناتور باش يفهمها ليلة كلب ولا نعمل عركة برافو برافو نكملوا معاه تفضل يا سوما نكملوا معاه ليلة كلب
نكملوا معك انت وبعد نرجعوا لك امال. مرحبا بك ماد. حسب رايك شنو تعمل مجدي المرأة التونسية كان تلقى راجلها نمره تليفون هكا في مكتوب؟ كبلو سعد. كبلو سعد. سعد يتكب اكيد. كبلو سعد جملة. كبلو سعد وشوفها موجودة ولا مش موجودة؟ خاطر سعد مكبوب بطبيعته. ما يباتش في الدار. ما يباتش في الدار. طردوا من الدار. هيك ما تباتش في ما يباتش في الدار. خساره يبات في الدار. حضروا روحكم انتوما. حسام حضر روحكم على كيف بدك. حسب رايك التونسي كي يلقى هكا النمره تليفون تاع مرته ولا حكايه نمره بتاع صديق شنو يعمل؟ يفك لها التليفون. يفك لها التليفون. يفك لها التليفون. شوفوا يفك لها التليفون ولا تفك له التليفون. غلطه. نمشيو مع عائله سلواتي. طيب حاضرين. طيب حسب رايك شنو يعمل التونسي ولا التونسي كي تلقى نمره تليفون؟ شكون باش يجاوبني؟ صح حسام شنو يعمل؟ تسألوا نمر شكون هذا؟ تسألوا نمر شكون هذا؟ تسألوا نمر شكون هذا؟ تسألوا نمر شكون؟ تسألوا نمر شكون هذا؟ يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. تسألوا نمر شكون هذا؟ 56 نقطة. 56 نقطة مشاو لعائلة سلواتي وأنتم صفر نقطة مازلتوا في الصفر. عائلة سلواتي وليهم 146 نقطة. صفقوا عليهم عائلة سلواتي. غسلوهم 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 صحيح. إيه حسين إيه جيت حسين إيه غسلوهم صحيح. برافو برافو هاتك مساحة. عائل سلواتي سجعوا سجعوا صحيح. حسين برافو. ملا عائلة ملا عائلة. اسمع ملا عائلة سلواتي برجولية يعطيك مساحة. ملا عائلة سلواتي. نشوفوا بقيت الإجابات في المرتبة الثانية. كلم أنا الرقم في المرتبة الرابعة. في المرتبة الخامسة. في المرتبة السادسة. نقطع الورقة. نقطع الورقة ونقطع السروال. ميرسي يعطيك المساحة. أكريت رياكسيون تاع توانسة. فما اللي شكون تسألوا عادي تقول له نمر شكون لوجيك. فما المرأة الضاربة تقطع السروال وتقطع الورقة والكل. نحب نسألك أنت سماح لا قدر الله نفدلك سماح نتصور واحد لا قدر الله دخلت للدار تغسل في سروال أيمن وتلقى نمرو تليفون ومع حمير بوسك. أول حاجة نعملها حط النمرو ونطلبه ألو شكون معايا وتقول لك نهز عليك واحد تقول لك ألو غاتش نهز عليك أنا حسبني أنا ألو وي ألو عسلامة أختي. وي شكون معايا؟ أنت شكون؟ أختي نلقى نمرو تليفونك. لا لا مش هكا عاد. أختي نحب نعرف أنا شريكة نبيع في برودويات طيارة ماذا بيا تعمل لي بيب لل متكيفة أختي أنت؟ شنو عندك تبيع في برودويات شنو نعمل لك أنا أختي؟ نحبك تعمل لي معايا ريحتي فاوحة أختي ما نسحقش. لا 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 اسمع لالا علي خلص يا زينة. نفرح بيك نفرح بيك نفرح بيك. قولي جيب من الاخر اختي شحاجتك. انا قلت لك نحب نتقابل معاك انت فهمنا نعملوا خدمه سمحه مع بعضنا. باهي باهي اوكي. مش نمرو ايمن هذا؟ لا 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 مش نمرو. طلبتها بنمرو يا زحي يا كريم تشبيك. طلبني منه قبل. طلبني منه ايمن. لا 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 ما وصلناش لغادي عاد اوكي تعالوا نتعرفوا تعالوا نتعرفوا راه عاجبني راجلك وتعمل تعملي عامله. لا لا تصفيق على سموح تصفيق على سموح. لا يقدر عليك. انا حسب مره ولا نفهم شويه في العباد نفهم شويه في العباد. حسب مره ايمن نفس مومنا اخزر له كيف تجربح مع الوقت. انت خطيب انت خطيب جديد مرتك خطيبتك لا 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 مش مرتك ولا عيلة تقف فيها خطيبتك في الدار قطع بجلدك. حتى حسام ظاهر اموره واضحه عاقل مع دول. اجا بحذانا اجا بحذانا مدام اجا بحذانا انت مهدي اجا بحذانا مهدي اجا بحذانا سيد علي هاي سيد علي سيد علي مرحبا بك سي مجدي مرحبا بك سيد علي سي مجدي انت مناسب عائلة سلواتي خذيت بنتهم اللي هي اللي جايه شماتة قلب باش نتكلم فيك اش عامله معاك باهي المدام في باهي على الاخر بتخلينا متاحه ليل ونهار قاتلتك ديما منكد عليا ديما منكد عليك قلبه معبي سي محمد علي احكي لنا فرغ قلبك فرغ قلبك ما يسالش احكي لنا كيفاش منكد عليك ما يسالش شد الصغار ما تخرجش القهوة ما تبتاش هي في الكاستينج قالت هوايتي هوايتها واحد هوايته رقص هوايته موسيقى غناء قالت هوايتي نكد على محمد علي
نكدت علينا احنا معاك سي محمد علي، هي تنكد خاطر مش ماخذينها بتوعها. نعمل اللي في راسي. نعمل نمرو تليفون في السرور. هالسيلو سي دالي سي مجدي مرحبا بك. انت عقل واحد في العائله هذه اللي تحت فيها اخويا عاقل المريق اختهم انهي اخت رانيا. ايش تعمل في حياتك؟ انا موظف. موظف ما تحبش تقول بالضبط مثال شعبي. موظف في مؤسسه معناها مرموقه. نكبش معاك زعما تقول ما تحبش. يزي موظف وكو. ما يحبوش مانيش باش نقولوا لي هو في الداخليه. تصفيق عليه تصفيق عليه ويحيى الامن عليك. حاجه تشرف حاجه تشرف وامني يشرف البلاد ولقاو صدوراتهم الكرتوش ديما مجدي حاجه تشرفنا في التلفزيون يجيب احلانا رجل امن يعطيك الصحه. نبداو حاضرين قبل كل شيء حاضرين اللي يدين وراك يدك وراك شنو نشوفوا قداش فما من اقتراح في السؤال هذا قداش فما من اقتراح. عندنا 7 اقتراحات في السؤال هذا واضح. السؤال يقول سألنا 100 تونسي شنو هي اول حاجه يخزر لها في المراه؟ تحس قلبك معبي. اول حاجه في المراه دي هيك. ليش سيدي قال لي شنو يخزر الرجل التونسي؟ هو برشا حاجات اما حويجه اعطينا حويجه. شفايفها. نعم؟ شفايفها. شفايفها؟ لا قعدت برشا يخمم. عنده حق. قعدت برشا يخمم هذاك علاش تنجم تكون اجابه صحيحه راهو قعدت برشا يخمم برنامج عائلي بديناه بالشفايف اللطف يا رب. شو هو قال شفايف خاطيني توانسي فمه معناها مثال سيدي علي محلاك كيف ما انت سي مجدي حسب رايك شنو اول حاجه يغزل الرجل في المراه؟ وجه. وجه مش فما وجه الكل وجه كل وجه يغزل الوجه الوجه. نكملوا معاك سي مجدي يعطيك الصحه سيدي علي. نمشيو بحذا سميرة. سميرة حسب رأيك الرجل التونسي شنو هي أول حاجة يخزر لها في المرأة؟ عيناها. نعم. متربين ياسر توين صحنا اللي يعجبك فينا العينين والوجه ديما سبحان الله. عيناها قالت سميرة عيناها. 25 نقطة موجودة عيناها. رانيا حسب رأيك رانيا شنو هو يخزر التونسي أول حاجة في المرأة؟ بدنها. بدنها على بعضه. بدنها الكل نشوفوا بدنها. موجود بدنها 26 نقطة بدنها 26 نقطة. نرجع معك نرجع معك أمولة وجاوبني في ساعة. أمير أول حاجة يخزلها الرجل التونسي في المرأة تفاصيل بدنها فما كل فما بدنها وفما تفاصيل بدنها. التضاريس نتاع بدنها تضاريس جبل بقرنين تضاريس تضاريس قالت أمور فلاحة تضاريس. نتخيل هي غالطة التضاريس هو بيدو البدن. ايمون عم نسلك مره اخرى شنو هي اول حاجه تخزر الرجل التونسي في المراه ونعرف شنو هي تخزر ايمون ديما في العينين انت. شعرها طويل ولا قصير؟ شعرها طويل ولا قصير؟ شعرها شعرها قال ايمون شعرها. تصفيق على ايمون صحيح صاحبي شعرها. مجدي اول حاجه يخزر الرجل التونسي في المراه سوا بعيده سوا بعيده. فما عباد مبليين بالصوابع سبحان الله فما نشوفوا صوابع ايديها موجوده ولا مش موجوده صوابع ايديها هذاك تحب تعزف له بيانو. سمير ضحكتها احلاها عينيها ضحكتها نشوفوا ضحكتها موجوده ولا الضحكه موجوده الضحكه حسب رايك رانيا تونسي هكا كي كي راه واحده اول حاجه يخزر لها شنو هي؟ لبستها لبستها صحيح نسجل نشوفوا لبستها نشوفوا لبستها موجوده ولا نتخيل صحيح اللبسه موجوده قاعده اجابه بركه اجابه بركه قاعده اجابه بركه حسب رايك امال اجابه بركه قاعده وطلعوا الاجابه حسب رايك تونسي الرجل التونسي اول حاجه يخزلها في المراه شنو هي؟ اخلاقها وتربيتها يخزل الاخلاق والتربيه المشيه مشيتها اخلاق ولا المشي؟ مشيه مشيتها مشيه نقولوا مشيتها موجوده ولا مشيتها؟ غالطة نمشيو مع عائلة سلواتي مربوطة في إجابة. عائلة سلواتي كان تجاوبونا أنتم الإجابة هذه النقاط الكل تجي عندكم. نجموا نخموا شوية؟ لا مش باش تخموا. ساقيها ساقيها. ساقيها كراع يخزر للساقيين بسم الله العظيم. ساقيها 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 ما فماش 93 نقطة تمشي لعائلة سي شافكي برافو. عايز تسيبك تمشي لعايد 93 نقطة تمشي لكم ساقيها أمل ساقيها
خنشوفوا الإجابة اللي قعدت ما لقاوهاش التوانسة اللي هي شنيا. شفنا الضحكة الوجه البدن العينين اللبسة السنين السنين يعطيكم الصحة السنين ومحلينا توانسة قداشنا متربين ديما نخزروا للعينين نخزروا للوجه ونخزروا للسنين والسجين ميسالش. خلينا نكملوا نشوفوا تاو بدات تلحم يضر لي 146 نقطة للواتي و93 نقطة للشامخي ماتش سخون. اجا بحلانا سميرة هندا اجا بحلانا هندا اجا ما تخاف مرحبا بيك هندا مرحبا بيك هندا. اش تعمل في الدنيا هندا؟ نخدم كادر في شركة. تخدم كادر في شركة اللهم صل على النبي. سميرة اش تعمل؟ في الدار ربة بيت. محليك ومحليك هكا كما جاتش كورونا ولا نبوسك من راسك عايش شبه لامي هكا عايش عايش خويا. وش عامله معاك امال؟ لا لاباس لاباس. كان جات عامله معايا مش باهي راه ما تجيبنيش. اما كي تصير لك مشكله تقف معاك. لا تقف معايا ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم وربي يحنن القلوب على بعض. عايش ربي يخليك. عايش كيك هذه. امين يا ربي. نبداو توا السؤال هذا مهم على الاخر ولازم تخمام زادك العاده ديكم وراكم نشوفوا قداش فيه من اقتراح السؤال هذا صح؟ قداش فيه من فيه سبع اقتراحات به. السؤال يقول سمي لي الصرخات والاصوات اللي تصدرها بعض الحيوانات. سميره بعض الحيوانات العصفور. العصفور شنو الاجابه؟ نعاود باش نعاود لك الصوت اللي يخرجوه بعض الحيوانات. سمي لي اسم الصوت. صوت العصفور. صوت العصفور. اي زقزقه. زقزقة زقزقة العصفور باهي هي قالت العصفور زقزقة العصفور يعطيك الصحة باهي. اقعد احلام اقعد احلام مازلنا خنشوف حسب رايك هند اعطيني صوت توانسة زعما شنو يجاوبك تقول اعطيني صوت حيوان شنو يقول؟ هب هب صوت الكلب. اسمه هب هب صوت الكلب. الكلب ينضح. الاسم نتاع الهب هب باهي نعتبروه هب هب. قالت هند هب هب نبيع الكلب نكملوا معاك هند يعطيك الصحة. كما قالت هند هب هب نجي معاك درصاف. درصاف حسب رايك شنو هي الصوت اللي يقولوا الحيوان سلامية التونسي شنو هي زعما؟ تمعويق القطوسه. تمعويق القطوسه. تمعويق. التمعويق. التمعويق. قطوسه التمعويق. القطوسه. صحيح القطه صحيحه حسام الصوت اللي خرج الحيوان. نهيق الحمار. نهيق الحمار. نهيق الحمار. نهيق الحمار. موجودة ولا نهيق الحمار برافو حسام. اسمع حسب رايك شنو هي الصوت التوانسي نسألهم شنو هي الصوت اللي خرجوا الحيوان؟ الذيب. صوت الذيب. ذيب اي. ايش يعمل الذيب؟ يعيط انا ذيب انا ذيب. يعوي 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 ذيب يعوي. سهل يعطيك الصحة. الذيب ما يعويش لا. محمد علي حسب رايك شنو هي الإجابة؟ طبعبيع. بالعربية شنو؟ طبعبيع طلعت غلط قعدت تخمم. حضروا رواحكم انتوما حضروا رواحكم شوفوا شنو صوت حيوان. طبعبيع العلوش. بالعربية طبعبيع العلوش. طبعبيع العلوش. بعبع لي باع. مش موجودة طبعبيع العلوش. نمشيو لعائلة الشامخي. اعطيني الإجابة تو شنو قررت بعد ما تشاورت وشنو؟ إجا نقول لك سميع. قولها. قول يا أخي مش باهي تقول. هادي تتشاور هادي عندك خمسة ثواني راهو فيس هادي منشط قدروني. لا 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 الحكم دولي مش الحكم دولي الحكم دولي لا 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 الحكم دولي الرجال شكون عاون غادي قال الحكم دولي الحكم دولي عيط اختي عيط اختي الحكم دولي وسع بالك الحكم دولي اتو نرجعوا للفار اتو نرجعوا للفار اتو نرجعوا للفار ونشوفوا نرجعوا للفار الفار 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 اطلبوا الفار اطلبوا الفار اطلبوا الفار 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 شوفوا يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة نرجع للخروف حقيقة برنامج عاقل على الاخر وعائلات معناها نرجعوا للفار
نرجعوا للفار باش فريق الاعداد هما اللي يقولون اسك بقيت بقيت وبرشا والا لا باش تجاوبوا. هي راهو خزل يا في القانون تعرفش قالوا لي توا قالوا لي راه في قانون اللعبه كي نقول لكم تشاوروا كي نجيكم انا كل واحد يشد بلاصته. انت قمت من بلاصتك وجيت وقعدتوا ياسر وقت. انا قلت لك نجاوب قاعد تفسر لي باش نعطيهم فرصه. ميسيلش قالوا لي خلاص ميسيلش فرصه ميسيلش ينجموا يعملوا خاطر ميسيلش خلاتيهم فرصه بيه ميسيلش وسع بيه وسع بيه خلاتيهم فرصه فرصه ومن بعد باش نعطيكم حتى انتم فرصه تصديق عليهم محليك ولا حنين ولا حنين بيه خلينا نشوفوا اللي جاب سياح الديك. اي اكثر حاجه فايق التوانسه صباح من النوم مستحيل ما يقولوش صحيح سياح الديك نشوفه موجوده ولا سياح الديك مش موجوده و 78 نقطه تمشي لعيب سياح حسام يستفز فيهم معناها سيح الديك سيح الديك يستفز في العائله هذه معناها سيح الديك امشي بعد امشي بعد سيح الديك امشي بعدهم هم مسردون يعني شوفوا يعطيكم الصحة قديش عندنا في برنامجنا روح رياضية عالية يعني من زوز عائلات زعمل لحمت وحسام عمل سيح الديك يعني يستفز في المنافسه ما خزروا لي علاش انتم هكا داخلين بعضكم راكم 93 نقطه ومازال البرنامج طويل مازال البرنامج طويل و224 نقطه نشوفوا الاجوبه اللي قعدوا اصوات حيوانات كيفاه جاوبوا التوانسه اذا نظن نتخيل صعاب فحيح شكون يعرف فحيح لا طلعت اسمها فحيح هذيك وتانين التوانسه التانين النحله هما التوانسه هما اللي جاوبوا هكاك تجي بحذانا درصاف وتجي بحذانا رانيا ملا ماشي ملا الماتش سخون الماتش سخون وامال بدات تفد نقول لك لازم ترجع وسعوا بالكم وحسام مستفز تعمل له ماتش عمل عليهم بالعين مرحبا بك رانيا مرحبا بك درصاف رانيا عاقله برشا سمير هكا تحس عاقله برشا قد منا روحك رانيا رانيا الشامخي نتشرفوا بك قاعده في الدار ما نخدمش كهو خير من القاعده في الدار والله العظيم البطاله خفيف خفيف قاعد في الدار ما تقعدش انت درصاف اش تعمل في الدنيا درصاف لويتي نخدم ريسبونسابل ادمنستراتيف فينانسي في سوسيتي بريفي صلي يعني ريسبونسابل في قالوا لي موهبتك عندك حاجه درصاف قالوا لي تغني وي كنت صغيره تصفيق على دوسه دوسه اليوم كان فما ميكرو دخلوا لها ميكرو دوسة اليوم باش تشنعها وتنجم تقلب الدنيا والغناء نتاعك كما يقول خوي جعفر القاسمي برشا بارتاج برشا بارتاج ولايكيو تحب بالميكرو ولا ما يسالش حتى هكا ما يسالش حتى هكا من غير ميكرو ما يسالش نغنيو حاجه تونسيه هاو جاي ميكرو عندنا ميكرو هذه برنامج مش بلاتو عندنا ميكرو صارفين 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 تفضل دوسة على ذوقك شنو بتسمعنا En plus, l'émission Ahna Twensa, donc je n'en ai pas de temps. Bravo! Bravo! هذه المسرح نتاعك خذ راحتك نكتشف المواهب ونربح فلوس نعمل كل شيء هاو برتعي كيما تحبي اختي لهنا هذه يا زين الصحراء وبهجتها ويا مجمال رمالها ويا مجمال رمالها حيراتك اللي في موجتها يرتع فيها غزالها 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 يرتع فيها غزالها يرتع فيها غزالها برافو تصفيق على دوسة اللهم صلي على النبي محلية صوتك دوسة عايشك عايشك كريم نمشيو ديريكت للسؤال نشوفوا قداش فيه من اقتراح السؤال هذا في سبعة اقتراحات ونركزوا راهو لعبة على 100 مليون صحيح نفدلكوا نركزوا في حكاية ال 100 مليون وانتم زاد اللي في دياركم تنجموا تربحوا شطر ال 100 مليون تبعت ام على 85 811 تنجم تربح شطر ال 100 مليون السؤال يقول
شكون الشخصية الكرتونية اللي يحبوها الكبار والصغار؟ معاك رانيا؟ جعفر القاسم. كرتوني. كرتوني جعفر. جعفر القاسمي؟ هذه إجابة رانيا. فسر لي كيفاش جعفر القاسمي يحبوا كبار وصغار، شخصية كرتونية. يضحك. هي احكي لي الشخصية الكرتونية، خليها نسمعوها، نسمعوا رانيا. كيفاش جعفر الشخصية الكرتونية اللي يحبوها؟ يضحك وكا بالنسبة لي أنا. الكرتونية اللي يحبوها الصغار. كريم الغربي. شوف حتى أنا كرتوني. قالت جعفر القاسمي هي الشخصية الكرتونية الكوميك اللي يحبوه الصغار، جعفر القاسمي كرتونية. غلطة الإجابة راني الدرساف. حسب رأيك شنو هي الكوميك اللي يحبوه الصغار والكبار؟ بون بيسكي أنا قديمة دونك نقول حاجة تفرجت فيها قبل، الكابتن ماجد. الكابتن ماجد. أيه. الكابتن ماجد. موجود الكابتن ماجد. كملوا معاه الدرساف. عاد من جديد سدد اهدافا لا تيأس لا تخشى المرمى مع الاسم في اهدافه كاسمه حسام يواصف الاستفزاز وقال كل حسن مع الخصم. حسب رايك نكملوا مع نرجع معك انت حسام. حسب رايك شنو الكوميك؟ توم اند جيري. توم اند جيري. توم اند جيري موجود ولا موجود؟ نكملوا معاك اسمع حسب رايك موجود ولا شنو اللي موجود في الكوميكات؟ دخلني بعض يا حسام. ميكي واس. ميكي واوس. ميكي ماوس. شرقة باش تقول ميكي ماوس. ميكي ماوس ماهوش موجود. ميكي واوس. محمد علي حسب رايك. المحقق كونان. المحقق كونان؟ كونان. متصور ينجم يكون حتى جمهور قالوا نجم يكون المحقق كونان. موجود المحقق يا 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 أبار المحقق كونان زيدونا كوميك يحبوه حسب رايك الكبار والصغار. سلاحف النينجا. سلاحف النينجا نشوفه موجودة ولا سلاحف النينجا. حضروا رواحكم. سامح تنجم تنتقم على الاستفزاز نتاعو. حضروا رواحكم وباش نجي نسألكم. حضروا رواحكم. حسب رايك شناهي الكوميك درصاف اللي يتفرجوا فيه الكبار والصغار يحبوه؟ بيل وسيباستيان. بيل وسيباستيان. بيل اي سيباستيان. إن كنت في خطر داهم يأتي بالحالا إليك ينقذك ويدور حولك إنه تعرف أنت حفظتها بالسيارة قديمة ياسر الغناء بالي سيباستيان. نرجع مع حسام حسب رايك. سبونج بوب. سبونج بوب. سبونج بوب موجود زعما ولا ماهوش موجود؟ نمشيو لعائلتي شامخي. هاني رجعت لكم عائلتي شامخي. عندكم فرصة تو النقاط الكل هذيك 81 نقطة باش تاخذوها انتوما. حسب رايكم شنو الكوميك اللي تفرجوا فيه؟ سيمبا. سيمبا قادم. سيمبا جاي هذيك. صحيح. سيمبا نشوفوا سيمبا موجودة ولا مش موجودة. سيمبا 81 نقطة تمشي العائلة. 81 نقطة يمشوا العائلة. والله حبيتكم في هذه حبيتكم انتوما. هذوما نحب نفهم العباد. باش نفسر لكم يعطيك مساحة باش نفسر لكم علاش سيمبا ما فماش برشا عباد. هذوما إجابات التوانسة مش احنا حطينا الإجابات. سألنا 100 تونسي التوانسة هذا اللي يجاوبوا عليه. سألنا 100 تونسي هما اللي يجاوبوا. نحب نقول لكم راه تنجموا تخلطوا ولا مازال والله مازال جولة ثانية كاملة مازال 305 93 نقطة. خلينا نكملوا الإجابات بربي شنو هي الكوميكات اللي قاعدوا خلينا نشوفوهم. وأنت قلت لي جعفر القاسمي كوميك بعد تغش كما تعرف. نشوفوا مع بعضنا شنو هي الإجابة الرابعة. النمر المقنع. المرتبة السادسة.
في المرتبة السابعة ريمي. ريمي هي من أكبر الكوميكات اللي يفرجوا فيها صغار وكبار. نحب نقول عائلتي الشامخي أمولة أمولة محليك وفريق الاعدادي يشكروا فيك ويحبوك على الاخر الكل. وفتو يحكيوا معايا قالوا لي نحس في امال من نرفزه. نقولوا لها راهو باش تنجم تخلط وعندك فرصه كبيره باش تفوتهم وش ترد على الاستفزاز نتاع حسام. يعمل لكم مره عمل لكم دندونه مره عمل لكم لازم تردوا على الاستفزاز نتاعه. اخذ الروح الرياضيه والله محليك والله لحم يشوي والله لحم أموله أموله صدقوني لحمي شوك معناه الفريق هذا يشجع. ما نحبش أمال هذاك عليك. صارت مجرم راجل كلها مجرم. هذه كانت الجولة الأولى، هذه كانت الجولة الأولى تشوفوا في الروح الرياضية الكبيرة. ونحب نقولوا رانا ديما نفكركم رانا نلعبوا على 100 مليون، نلعبوا على 100 مليون، نقولوا للعباد اللي في دياركم تنجموا تربحوا شترهم ل 100 مليون نتاع اليوم. تبعثونا مع ال 85 811 مع ال 85 811 ونتقابلوا في الجولة الثانية والبارتي الثانية من ملا. مازالوا لكم بعض الدقائق وتربحوا اشترى المبلغ اللي باش تربحوا العائلة الفائزة معانا الليلة. ابعثوا لنا اس ام اس في حرف ام على الرقم 85 811.